هذا اللقب كله كينتظروا يعني من الناس اللي ديما كانوا كيواكبوكم، من الناس اللي كانوا كيمشيو معكم، من الناس اللي عندهم حق على هذه الرياضه. واليوم ديتوا واحد الواجب، اكثر من واجب، بامكانيات بسيطه، بالرجال اللي كانوا ديما معكم واللي كانوا ديما كيأزروكم. كانوا هناك تعثرات ولكن الحمد لله قاومتوا باش وصلتوا للقمه. واحد منحة رمزية ولا واحد منحة بالنسبة للحق الإخوان ديال المكتب، ولا هذه واحد 500,000 درهم إن شاء الله، هذه بالنسبة للتدريب. برافو. نشكركم على الالتفات هذه، وإن شاء الله كما قال السي عبد الواحد العيش والسي الرئيس حسن، بأننا حنايا عازمين أننا إن شاء الله نجيبوا ازدواجية، وراح نديروا المجهود ديالنا. والحمد لله بهذا الدعم ديالكم راح تعطينا واحد الشحنه ان شاء الله باش نزيدوا نضاعفوا المجهود ديالنا ان شاء الله، ونعطيو كل مجهدنا ان شاء الله باش نفرحوا هذه السكينه هذه. شكرا على الاستضافه، جيت سعيد اليوم باش نستقبل الفريق اتحاد طنجه لكره السله في هذا اليوم هذا، وهو اقل ما يمكن نعملوه لواحد الفريق اللي ساهم في واحد التسويج واحد كأس العرش اللي عزيز علينا كنا. واليوم هذه نطلب الله تكون هي بدايه فالخير على هذه الجهه، على الرياضه داخل هذا المجلس، داخل هذه الجهه. اليوم شحال كنا كننتظروا اللقب والالقاب، ما في شيء في الباسكت، ولكن في الكره، في الكره يعني جميع يعني فئات، ولا في جميع يعني القطاعات الرياضيه كلها. فاعتقد بان اليوم لمسنا بان هذا الفريق هذا يعني كيوجد ان شاء الله باش يكون اللقب الثاني ديالو بالنسبه للبطوله. فكاين ثلاثه الفرق على صعيد الجهه اللي هما تاهلوا للبلاي اوف، نطلبوا الله واحد الفريق من الفرق هذوك يعني يفوز بهذه البطوله هذه باش تعم الفرحه من هذه الجماهير والعشاق الرياضه ديال كره السله. فلا بد من نقول كلمه حق كذلك فواحد الفريق اللي كنا كنتمنى حتى هو يكون التتويج ديالو، ولا من هذه اشاره قويه اللي خصني نقولها للاخوان ديال المغرب التطواني، هنيئا بعد اولا باش الوصول النهائي ديال كوبا العرش ديال كره القدم. تابعوا ولكن ما ساعدهمش الحظ. فشكرا من ساهم كذلك داخل المكتب المغرب التطواني على المجهودات اللي قام بها. فاحنا ان شاء الله بصدد انطلاق ان شاء الله تكون واحد المناظره جهويه في اواخر هذه السنه ان شاء الله، اللي تحقيق المبتغى للرياضه. بغينا نخرجوا برؤيه واضحه في هذه اربع او خمس سنوات المقبله ان شاء الله، شنو بغينا وكيفاش يمكن نهيئوا الاجواء اكثر ونحسنوا يعني من 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 العطاء. يعني بغينا واحد بعد واحد يومين ديال هذه المناظره اللي غتكون، واللي فيها نخرجوا بعد مخرجات تكون حقيقيه على الارض الواقع، واللي غيكون فيها يعني عايشكوا فيها خبراء، واللي كذلك بغيناها ان شاء الله تكون كذلك خريطه الطريق بالنسبه لنا. السيد الوالي كان قدم لنا واحد الدعم قبل النهايه، وهذا كان عطى واحد الاثر عظيم. كذلك مر النهايه في حفل الاستقبال عطى واحد الدعم اخر يعني، ودابا الحمد لله كذلك رئيس الجهه بهذا الدعم هذا هو اللي خصصه بخصوص اللقب، غادي يعطي تحفيز اكثر. وانت سمعتوا اللاعبين كيهضروا العميد الفريق ديالهم، غيعطيهم تحفيز اكثر، ووعدوا على انه ان شاء الله السنه هذه غيحققوا الازدواجيه، ونتمنى والله ان الازدواجيه تكون حقنا ديال الطنجه السنه هذه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.